الليل اجا لازم اروح على البيت. اوكي يلا نروح على البيت. وي يلا يلا على البيت. يلا 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 اجري اجري اجري. اركض 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 اركض. رح اروح بس كذا هيك بدي افوت على البيت. يلا وي يلا يلا على البيت يلا. اليوم كان كثير يوم متعب، لكن كثير كثير استمتعت بالليل. كثير كثير بحب اني اتمشى بالليل وكذا، لانه جو كثير هادئ حلو، وبحب اني اطلع لوحدي. هلا لازم اني انام لانه اجا وقت النوم. يلا 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 روح على غرفتي. يلا لازم انام هلا. يلا تصبحون على خير. صباح الخير. يا الله شو صباح حلو. يوي يلا 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 بدي اروح على المطبخ عشان اخذ لي شيء اكله، لازم اني اطلع مشان اروح على الشغل. يلا 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 بدي اخذ بس كيك. يلا تدو يم يمي بس كذا خلص. وكمان هلا طبعا بدي اغير ملابسي. لا خلي بس هدول كثير حلوين. يلا اطلع يلا على الشغل. يلا 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 وي. او ثواني وين اختفوا البيوت؟ وين جيراني؟ يا الله وين اختفوا البيوت؟ عم بحلم صح؟ وين البيوت؟ شكرا بس لانه هيك فايقة بدري كثير. خلي اروح على الشغل. وات موجود روبوت؟ من امتى الروبوتات موجودة بالمدينة تبعنا؟ يا الله مرحبا يا روبوت، ما عم يحكي كيف عم يشتغل؟ يا الله روبوت موجود بالمدينة تبعنا؟ وات من وين اجى الروبوت؟ هي يا روبوت هل انت انسان او ايش؟ وين راحوا الجيران؟ شو صار؟ ما بفهم. كمان الجو شوي غريب، يعني ايش صار؟ ما بعرف ايش صاير. شو هاد؟ التكنولوجيا صارت موجودة بالمدينة؟ لا عم بحلم صح. شو هدول كمان؟ يا الله كل شي تغير، ايش صار؟ عم بحلم مو؟ اكيد اكيد بحلم، انه كنت نايمة فاكيد هلا بحلم. شو عم بعمل مثلا؟ واو صارت المدينة كثير حلوة. واو واو واو، لكن ليش عم شو هاد؟ روبوت كمان؟ شو؟ المدينة كلها صارت روبوتات؟ روبوت هون كمان؟ وين السكان؟ ليش ما في حدا بالمدينة غيري؟ ليش ما في حدا بالمدينة غيري؟ أنا الوحيدة موجودة هون. هي هي في حدا هون؟ ساعدوني. ما بعرف ايش صاير. يا الله شو بدي أعمل هلأ؟ كل الجيران كل الناس اختفوا، صايرين موجودين بس روبوتات، وصاير في اشياء غريبة عجيبة من التكنولوجيا. ما بعرف ايش صار، بس ما بعرف وين اروح هلا. شو اعمل؟ ما بعرف شو صاير، ليش هيك صارت المدينة؟ يا الله لازم افكر بذكاء، لازم اني اتصل على حدا. بلش عم يجي الليل، ايش هذا الجو الغريب؟ ياي خلي اتصل على ابوي. الو ما موجود رقمه. ثواني ثواني، شوف التاريخ 2027. وات؟ لا اكيد عم بحلم. اكيد كم الساعه؟ الساعه 1 بالليل. وات ماني فاهمه اشي. واحنا هلا بيوم 1 سبتمبر عام 2027. وات شو صاير؟ يا الله شو صاير؟ يا الله شو عم يصير؟ والله ما بعرف. خلينا نروح يا جماعة على المدرسة. هذا يا جماعة هو المكان اللي عم بشتغل فيه، ما موجود ولا حدا. يعني أنا هلأ بعام 2027؟ معقول انتقلت بالزمن؟ لا لا هذول الأشياء عم شوفهم بس بالأفلام. يا الله شو عم يصير معي؟ أول مرة هيك عم يصير معي أشياء زي كذا. أنا شو بدي أعمل طيب؟
فهمنا انه رجعت هلا بالزمان القدام، لكن كيف بدي ارجع للزمان اللي كنت فيه؟ كيف بدي ارجع 2021؟ ما شو صار؟ وين مكتب المديرة؟ يا المديرة ما موجودة. ياي لكن ليش جيت على 2027؟ يا الله شو بدي اعمل هيك هلا لوحدي؟ كيف جيت لس 2027 عام 2027 ميلادية وما موجود ولا حدا، موجود بس روبوتات وكده؟ شو بدي اعمل؟ شو اعمل؟ يا الله يا الله اكون بس احلم. يا رب يا روبوت بليز، كيف عم تشتغل؟ بليز بليز اشتغل، بليز بليز. يا روبوت هلا ما صار ابدا الرجل هداك عم يبيع ايس كريم، لا صرت انت اللي عم تبيع ايس كريم جد. لكن روبوتات كانهم ما نش... يا 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 لكن ليش اجيت على 2027؟ رح اخذ لي اي شيء بدي اياه بدون ما اشتري، هلا ما رح ضيع مصاري. يس 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 ما بعرف هلا صراحه شو اعمل، هل اضحك او ابكي؟ لازم افرح لانه كل شيء هلا رح يصير مجاني ورح اعيش لوحدي زي ما كنت عم بتمنى، لانه انا كثير كثير ما بحب اني اعيش مع الناس كذا، لا احب اني اعيش لوحدي واتمشى لوحدي وكذا شتاء، وبحب اتمشى بالليل وهدوء، وهي حلمي تحقق. لكن شو بدي اعمل هلا لوحدي؟ مرت يومين وانا لساتني هون، والحياة صراحة كثير صعبة لكن بنفس الوقت ممتعة، فيني أعمل أي شي بدي. لكن لا هلا هلا ما موجود ولا حدا، وما بعرف أنا عم حس كأن الحياة صارت كثير سهلة، هل رح ضل هيك لحد ما أموت؟ ما بدي هيك، شوفوا الحياة صارت كثير سهلة، فيني هلا إني أستخدم أي بيت بدي إياه، فيني هلا إني أخذ أي ملابس بدي إياهن بالمجان، وكمان يعني فيني اعمل حفلة لوحدي، فيني اطلع بالليل بدون ما اخاف، ما صاروا ابدا سارقين، ما صارت شرطة، وما صاروا حيوانات اليفة، ما صار ولا اشي. كيف يعني؟ هل يعني بالمستقبل ب 2027 يعني خلص؟ والله ما بعرف شو بدي اعمل يعني هلا ب 2027 الحقيقة، هل انا ب 2027 الحقيقية وايش؟ خليني افكر كيف ارجع للوراء وكيف التقي بالناس، لانه هلا هدفي هو الناس، لانه الناس رح تكون شرطه، رح يكونوا مجرمين، رح يكون حماس واشياء، ولازم لما يكونوا الناس لازم نتعذب ونسهر ليالي ونشتغل عشان انه نحصل على اي شيء بدنا اياه. مو بس هيك صارت الحياه كتير سهله. خليني افكر شو بدي اعمل. احنا كنا ب 2021 وانا اجيت ل 2027، كيف التقي بالناس؟ لقيتها كثير سهله، لازم اني استنى. ويت هلا 2021 2022 23 24 25 26 27 6 سنين، يعني لازم اني هلا استنى 6 سنين مشان الناس اللي ب 2021 يوصلون ل 2027، لانه السنوات هي ما ادري وهي بتمر، يعني بتروح هي بتمر، يعني 2021 22 23، يعني انا هون رح اضل عالقه ب 2027 لوحدي عم بستنى عبل ما تكتمل هاي 6 سنين، يعني من 2021 اللي موجوده فيها كل الناس ب 22 23 24 لحتى انهم يوصلوا هون ل 2027. بقدر أكون انا كثير عجوزه، والله ما بعرف يعني هل هيك رح ضل 6 سنين هيك؟ لا ما بدي، لازم لي طريقة أخرى، هاي الطريقة المنطقية الوحيدة. لكن كيف أجيت لهون؟ أكيد صار في إشي، أكيد طريقة العودة، الطريقة اللي أجيت بيها هي الطريقة اللي رح أعود بيها. طب أنا كيف أجيت؟ ما بتذكر إيش عملت، يعني كنت عم بتمشى في الليل بعدين رحت ونمت وفقت ولقيت نفسي ب 2027. معقول من الكيكة اللي أكلت؟ لكن كيكة أكلتها بالصبح، ما بعرف الصراحة. أوكي رح أستنى لحد ما يجي الليل ورح أعمل نفس الخطوات وإن شاء الله تزبط، يعني بالليل رح أروح أتمشى من نفس المكان اللي كنت فيه ورح أرجع البيت ورح نام بالطريقة بنفس الطريقة اللي نمت بيها، رح أشوف إذا رح أرجع للزمن تبعي
او لا، مشان كمان نشوف ايش رح يصير. واه ما بعرف هيك كيف بدي اعيش لوحدي هيك. يا الله هلا مر تقريبا اسبوع وكانت الحياة كثير كثير صعبة وسهلة، ما بعرف كيف بدي اشرح. يعني سهلة بالنسبة لل تقدر تاخذ اي شيء بدك وكذا، لكن والله ما ادري ايش اسوي. صباح الخير. صح كنس ب 2027، يا رب هلا اكون رجعت ل 2021. يا رب يا رب يا رب 2021. ياي يا رب يا رب هلا الاقي ناس. انا بخلي باب بيتي مفتوح يعني هلا رح يكونوا الناس موجودين. هيا هون في بنت، مرحبا. ياي رجعت ل 2021. او ماي جاد مو مصدقه. ياي عن جد واو مو مصدقه. ياي خلي اطلع. كان فضلوا عبيتي. يا الله مو مصدق رجعت ل 2021. ياي هيون هيون بيوت جيراني رجعوا. ياي خلي اروح. ياي مو مصدق من اليوم فصاعدا ما رح اصير ابدا عم بمشي لوحدي في الليل. لا بدي اني اكون عندي رفقات ورفقات تبع الشغل كذا. ياي ما بدي هيك اطلع لوحدي بالليل. لا خلص صرت عم خاف اني اروح ل 2027. يا الله والله كثير 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 هلا ارتاحت. اخيرا رجعت للعالم تبعي. هي مو مصدق انه كانت 2027. يا الله عنجد كانت تجربه كثير كثير صعبه. تخيلوا لو كنت بس عم بحلم. ما بعرف كل شيء ممكن.